السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية ملكية، تحية وطنية، تحية لجميع أمة المسلمين. بزاف يعني الكلمة كتمشي لي من الفم ديالي على ود هاد الشيء اللي وصلنا له حنايا، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. لقيت كلمة وشي تعبير اللي غنعبر عليها. المهم شحال نقول لكم، السلطات راه كيوصلها كل الصغيرة والكبيرة. حنا بغينا نوصلوا للصوت ديالنا والصوت ديالكم سي العميل. وكاين واحد المشروع كبير راه كيدار، الفئات اللي كانوا خدامين في التهريب المعاشي راهم خدامين فيه. كاين السلطات كاينين ما يقدوش يدقوا على دار باش يعرفوا كل واحد المسكين شنو. خصنا حنا نوصلوا لهم الصوت ديالنا، حنا نوصلوا الصوت ديالنا باش يعرفوا المعاناة اللي راكم فيها. انا شحال نقول لكم، انا كنبغي البلاد ديالي، انا عشت في المغرب والبلاد ديالي المغرب ديالي هو الام ديالي الثانيه. والناس اللي كدير الفتنه في البلاد، حنايا كنوصلوا الصوت ديالنا بلا مظاهرات بلا فتنه بلا دوك اللي كيجيو يعمروا لنا الراس ما عندنا ما نديروا بهم. حنا بغينا نوصلوا الصوت ديالنا للسي العامل والناس المسؤولين اللي على هذا المشروع اللي جا من الرباط، اللي عطاه لنا سيدنا الناس اللي خدامين في التهريب المعاشي. كاين الناس اللي استفدت، كاين الناس اللي مازال ما وصلهاش الدور، كاين الناس اللي راه مازال كيقراو المشروع ديالها، كاين الناس اللي ما قداتش على هذا المشروع هذا. يعني عندي كاينين حالات الناس ما لقاوش ما ياكلوا، وحالات تلاحوا الحوايج ديالهم بالزنقه. هذوما راه عندنا حالات منهم بزاف. راه عندي اللائحه عندي شي 400 ولا 500، عندي بسميات وبتليفونات ومساكن في ياسينين باريتشينو ماريواري فرخانه بنينصار في الناظور في ترقاح بوبلاو. ولكن ما قدرناش، كنحترموا الحجر الصحي، كنحترموا الدوله، كنحترموا القانون. حنا على ود انا الام ديالي قلت لكم هي الثانيه، هي المغرب، واللي قيس لي الام ديالي نقدر ندير اي حاجه اللي تشوفها من المراه مغربيه كتبغي بلادها. انا ضد الخوانه اللي كيدخلوا البلاد. ملي 300 400 العيالات ولاو كيطلبوا باعوا الفراش ديالهم، حشموا حشموا يخرجوا يمشيو كيدقوا البيبان، ما كيمشيو للشركات ديال الكرامه جراو عليهم، قال لهم انتم عندكم اكثر من 40 عام، عندي الدليل. مشاو لهاد الغلبه مازال ما حلوش هاد الشركه. هاد الناس اللي كيفرقوا هاد المعاونات دابا في هاد رمضان، راه كاين ناس فئات في بنينصار راه مساكن ما لقاو ما ياكلوا، كيهزوا الخبز يابسه. اقسم بالله لا السيده ساكنه في ياسينين عايشه في البراكه كتمشي للدار حشاكم كتهز الخبز يابسه وكتمشي تفزكها في الماء وكديرها وتفورها لولادها وتعطيها وتوكلها له. شفت هاد المنظر بعيني. انا كنت وحده من دوك النساء اللي كانوا خدامين في تهريب معاشي، ولكن الصوت ديالنا وصلنا الحمد لله. شوف حنايا خصنا نصبروا على نحترموا القانون، نحترموا هاد الوباء اللي رحنا فيه. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم جا واحد الوباء سميتو الطاعون، والرسول صلى الله عليه وسلم قالنا الزموا بيوتكم، يعني نبقاو في بيوتنا يعني باش ما ينتشرش الوباء. حنايا نحترموا السلطات، نحترموا السلطات على ود نجلسوا في بيوتنا، ولكن يدقوا علينا ويجيبوا لنا ما ناكلوا. على ود كاين الناس كتحشم الطلب، حنا نوصلوا لهم الصوت ديالنا ولكن